بركاته، مرحبا بكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. 7 عمليات خلال 20 يوم. شقيق ايمان الحصري يكشف حقيقه سفاره للعلاج بالخارج. كشف كابتن محمد الحصري شقيق الاعلاميه ايمان الحصري الحاله الصحيه لها، واكد انها اجرت منذ قليل عمليه جراحيه جديده كان من الضروري اجراءها اليوم، وحاليا هي في الرعايه المركزه. وقال كابتن محمد الحصري في تصريح خاص له أن شقيقته أجرت منذ قليل اليوم 8 مايو العملية الجراحية رقم 7 خلال 20 يوم فقط من دخولها المستشفى، مؤكدا هي حاليا في الرعاية المركزة وربنا يستر. وأكد الحصري أن فكرة سفر الإعلامية إيمان الحصري للعلاج في الخارج مطروحة من الأطباء ولكن لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، وفي انتظار نتيجة العملية الأخيرة وطلب بالدعاء لها وإتمام الشفاء على خير. جدير بالذكر أن الإعلامية إيمان الحصري قد أجرت عملية جراحية دقيقة الفترة الماضية إلى أنها باءت بعدم النجاح، الأمر الذي استدعى خضوعها لعمليات جراحية أخرى لمحاولة وقف المضاعفات الخطيرة التي تترتب عليها عدم نجاح العملية الأولى. أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.